كون كان آدمي جوجا قفك استاكربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكو وكلمان هدي آد كلولاتو هلا بودن كشه كارنت هذا كقادو دتكو وكلمان وحي كلون أكسن قاربا كهانا يه هكا سو من دقيسته دتكو وكلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلمان الرير كلمانو نيلو أبو هرت مساجد قال قارو رجري بري أبو مساجد نس قال جري كبرتي بحالي لانك والهلا يوم حبس قال جي جري حبس قال قايل كويرتي حبس قال قايل كويرتي شوك باي 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 ما كان كان باي ما يرتي كورنمي أو بوكت ميلن كفيل لانا كبير لا وتهي ها حبس قال ده هتي كديري ولا سليابي كدم بنا تليق لان ديرك هاي اسم بكرة عشان شوب ليرج جري هذا اللي بداي ما يري نصيب بوناك محابس جواب تهايتي كيري نايتي حبسي قد ده يو وصور كرس دهان لما اشكر يو واردي كو هايتا مديب قرر انتي دف كسيس دهان دك دك لما بوبسيان كي بريال كنك قال دهان مارك العموم نصيب بوناك دهالك ميلسا كبلا عودي اري ورشاكا ده انت تاليه شوب شاكي واكا بلن تاي بمبوين كي بستولة ده يا محابس تشابه قي يا نحقي يا سكي مالي اني لما شباب ودا شقي ياني يا بدنيت مركي محابيست شلي حبسك دحك الدقال لما يسال لقو دحركي نكي ماني دويت محكمة دحك دهاي بابور كاتو يقرح لها تتبضن ايان جهنم ودير لها مركا شكي مالا هنا يلا بشباب وضا شقيان ورواقي هورا وشرا كلا دميتو اي جرتي ايان حبسي كبودي كدبنا عينا كنت راضي اسلام مركي بس وغبتي كدبنا محابيست ايا خوشي ربتي وعينا دهين قرصا قدال كبودي قلبتينا والكيني قرصا قدال كبودي قلبتينا والكيني نبايا عرنت عساني وحا إيلا دراي وحا اللي ري محابيس يميت كميدا وقوري شتا صوبحي طبعا كي جيك بونتي وحبسك إردي سيود عاي سلامي كان هو صور دافي إسقل إسك حامر ساسا بيد كده انت ود عاي سونا غف كد لي موتان هو كرا عاي سو غرقي سي وطا ميشو ربونا إسك عادي مركا وحا إيلا صوبحي متبشار هقا تي هو بي شابت غوني شيطان با شيطان ككله و وشن توغياي شكي مال اني لبا شباب ودا شقيا ورنميو اني شلي وحاي سو بخداي ان فيلم كي لده هي بريسون بريك لوو تجابي حبس كده هي حمر ولي بحلقتي سي شنات ايا سوماليا لوو متلي وراني انا وحاي عداتي فيلم كاس كو لبا سدي حفر انا سو فيرسات لكن غيرت شنادات كقدر وروان داوده وحينا كو كلا بدلناين محبوس كان حبس كده هي مركو كسو بخداي اسا اوكي سي وتا موتلين استاجي خوف الشعب كا هي موتد صارنا مركو دلي كليه هو اسكري دي فيلم كي كلنا غاري قف هارنتي لو دجي ورده دوالنا تين وا حبس كده حق دحاي وهاي وردا وهاين دورشه قف يودكا اريانا ورك ايدن كون كو دالي انيغو وحان دي لهاي هو دلكان انكي دو مايا اون تبو دي سين لا دوراما دلكان انكي دو مايا اون تبو دي سين لا دوراما هي ور عبد الله وياكو يري ما حبيش على دورنا يا مفلنتا ورر كلامان ورت كرم دمي ساتين سببتو اي مدوينا قدبيد اسمي كجرتي دولد اي دولد مكورينا دورشو قفي اد ان حبسك ده ايرتيس لكو قبدا يا تاسو ما ويسان هين موقع سكي مالا انا لما شباب وضا شقيان ورا حبسك ده حارو شباب ما هاني وحي كدع يهول فضواني هايني امان سنيو ورا دكارة كورنالشو توحوي بحابيس تليفون هاي سوداد كي كي يمد الله حرير شباب حبسي كده حفريا دب كي تشكيل لنا وحي لغو سحري بريا يكون لابنا يان مركا انت تلي شو تورو وشاقي ايا ما شاكا صوب حدي شباب كي شباب كي يكون لابتين حبسي كيني كده حد قالمين ادي يجيني لو راح كيني شاكي ملا ايني لو شباب وشاقيا ورنمي او سن تواسين كوار ارسن حبسي كده حينو ما حبيس شباب اللي كده مصفقة ان لي ارد دربك اللي كباتي حتو كوم ايه حتو كهار مدي عبد محمد اسماعيل عبد بور تليه كهاي بغول شباب ايوات دي طلب بلوت كهرنا لما محبيس او شباب او فقدان تيل الله هيا هايتي مرك نزور ايرين والك هارت روغي ها شك ملاين الله شباب وضا شقيا والوزير قعدان دو حويري نما كوب بدنا قعان توقلي لكن عيد هو قلي سما شاقد وحون يرواد دقا لما مالا بدنا واقب سرين لكن محبيس يا اسكر تين دي قدمتي ما شاقد لكن او حويرات دي كدب اما انك حبسيد واسو غينا لكن عيد دي هارو دي عدي ما شاقد لكن او هاو ملاين يعني شك ملاين لو شباب وضا شقيا ورسير الدولة دين لقبا
masal gaare anigu waxaan leeyahay shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan arriyadaha war ma haysiin ciidanka asluubta afayeen kooriya waramay waxaana jira 10 iyo 5 maxabiis oo waa dhimatay ciidankana 4 ka dhimatay wiir laakiin anigu xantaa soo maqlaan idin sheegayay dhagan sadda askarta dhimatay intoo sheegay oo 3 jibaaranaan maqlay naw oo meesha dagaal farax laga gubtay baa ka dhacay show naw qulaha shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaane miyadan maqli jirin warshalkii dalka ka dhacay intooda badan gudiyo soo baara loo xil saaray waxaana kamid ahaa qarixiiso ba gudiya loo saaray jawaabka ma keenin dilkii injineeri riiso iyo qarixi gobolka banaadir gudiya loo saaray jawaabka ma keenin qarixi ekis kontrol ee dawladdu dawladaha shay ku eedaysay gudiya loo saaray jawaab laga ma helin gabadhii albarka lagu dhaxdilay inay ilman gudiya loo saaray jawaabna laga ma helin weerarkii guriga cabdi qayb diid gudiya loo saaray jawaabna laga ma helin qaraxyadii hoteelada SOL saxafi iyo makaal mukarrama gudiya loo saaray jawaabna laga ma helin dhalinyaradii lagu dilay gololey gudiya loo saaray jawaabna laga ma helin todoba bil ka hor maxabiista ka baxstay xabsiga dhexe gudiya loo saaray jawaabna laga ma helin hadda midan ugu dambaysayna gudiya loo saaray la yiri jawaabna anigu uma fadhiyo gudigu gudiyadii hore ka mid noqon doona marka waxaan leeyahay shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan arriyadaha waxaa soo dhib oo dhanood sheegaysiin dadkii baari lahaay hadii maanta la baaro maxay baan akhriya war taariikhda kala qabyaynine intaasoo dhacdo aad sheegaysiin in kaloo ka sii badanba dawladdu waa cambaareynaysay falalkaas waana ka tacsiyeynaysay waana la daba joog laakiin kal maanta dawladdu nasiib wanaag bay ku tilmaantay aad ku diidaysiin hemuga shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan warnimayo gudiidan baarista loo diro baaristooda inaan la rabin inay wax ka soo baxaan waxaan ku ogaaday dadkii la baari lahaa ayaa lagu daraa gudiyada gudiga hadda la magacaabayna wasiirka cadaaladda gudoomiyuhu ah taliya ciidanka suubtana xubin uu ka yahay mugaxaad ku diidaysan mihiir laga filayaa ceeryaa ma ka timida warnimayo bilaashan is wareeriyaasan geela langi hadhi ii lahaay hooba dhai ma lehelow warnimayo gudiga la magacaabay taliya xabsiga dhexe ma lagu daray war waxay ka iloobeen xubin maxabiista shabaab ka socoto in gudiga lagu daro kaaba istikaaba maxabiista ma lagu daraa gudiga war gudiga waxay ka iloobeen askartii waadiyaha haysa markii falku dhacay in lagu daro war gudigaasay taliyaha heegan ka dhahay markii falkaas dhacay inoo la kareeba mahayneba yaa waxaa kale ku qumanaad qoliyaha bustooladaha iyo bambooyinka xabsiga soo geliya in xumin looga daro si arrintu u naqato shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan waaba tahay war taliyashu markii uu heerka kala wareega Bashir Goobe khudbad uu ciidanka asluubta u jeediyey wuxuu yiri mushaarka hadduu sada maxabiistan gadayna marka taliyuhu horey waa 50 war Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu yiri xabsiga dhexe falka ka dhacay taliska nabad sugidda ka dambeeya waxayna rabeen maxabiist shabaab ah oo meesha ku xiran inay fakiyaan sababtoo ah nabad sugiddii iyo shabaab waa isku milmeen marka waxba yaan mas'uuliyiinta xabsiga dhexe lagu meereysan warnamiyo maysiin lahaa galantaan jireed hoobisan fiiridan galantadeed magnaka war Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu kaloo yiri ciidankii 72-aad oo xaruntu xisbiga agteeda deganaa oo maalin dhaweed qaraxa lagu waafaqay ciidankaasi waxay ahaayeen buu yiri kuwii madaxtooyada horteeda ku bannaanbaxay muddo yar ka hor oo mushaar la'aanta ka cabanayay waxaana loo qarxiyey bannaanbixii ay sameeyeen dartiis naba sugidaana ka dambaysuu yiri war Cabdiraxmaan warka ma wuxuu ula jeedaa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaadhaye war Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu kaloo yiri intii dalku ra'iisul wasaare la'aanta ahaa jeenan baaba dhacay darajooyinkii ciidanka waa la boobay xilalkii waa la boobay safaaradihii oo dhan diblomaasiyiintoodii waa la bedelay hay'ado badan oo sharci darraa waa la sameeyey madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu xukunka boobo war Cabdiraxmaan wuxuu yiri shirkii dhuusa mareeb in la aado looma socdo waxa dhamma loo daahiyey in xukuumadda dhisana waxay tahay in shirkaas la fashiliyo si mutakararsi loo sameeyo war Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo mucaaradiisa had ka dhaaftay wuxuu la tiriyey ra'iisul wasaaraha soo socda oo aan weli la magacaabin wuxuunu kula taliyey tallaabada ugu horeysay inuu taliska laba suud wax ka qabto war Cabdiraxmaan waxaad moodaa inay uga dhegan tahay oday aan loo dhawaa karine say wax ka yihiin war Cabdiraxmaan waxay uga dhegan tahay oday uusan xataa magaciisa ku dhawaaqi karin war Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweyne farmaajo faraatiga ha iska siiyo ma yiri calaayadan kaftankii la soo dhaaf kululaatay xaajadu wadankii karba galay ilaahu nabixi Cabdiraxmaan waxaad u jeedaa kululaatay
qaatay haajadu ninkii kuray ahba moogi waladinkoo daali waxa la yiri darajada ana mudan dollarkana ana raba hadday dawladnimo tahay adinka dalbanayo u durbaantumaaye hakan hindadweyno waranna waxaan dhihi lahaa hubka iyo xabsiga geeyay maxaabiista ayaa u dhiibay bistooladaha ayaa u diyaariyey bambooyinka ayaa u gacan geliyey yaa hawsha wax ka ogaayo dagaalka soo agaasimay warnimayo macalin irkacase dagaalkii shalom ka qayb gala aad u daalaysin shaki male inay lama shabaab wada shaqeeyaane waaye horta maxbuuska fakaday magaciisa ma la sheegay warnimiya horta magaagii ilaan ka fakaday malinay sheegna may dheega jiray dhulii abuuraaska moglan laakiin shaki male lama shabaab inuu isla sheegayaan wargarayga waa la abdeed gareeyay war uma haysaane waxaana laga dhigay shaki male inay laba shabood wada shaqeeyaan wartaasna waa la sii abdeed gareeyay waxaa laga dhigay shaki male inay laba sharood wada shaqeeyaan walaanay waxaan ka baqayaa maxaabiista baxsatay inni gulu bedelo waa soo taqaylihiina badatay walaanuhu waxaan maqlay ninkii shalay xabsiga ka baxsaday inuu cadaayo gir lahaa waana u eg tahay warguddiga baalista loo xil saaray hadday idin weydiiyaan u sheega aryaadhaha idinkoon isku daalin waxaan warkii oo dhan kusoo gabagabayahaa shaki male inay lama shabaab wada shaqeeyaan